بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الثاني من المحاضرة الثانية للدورة التدريبية المعنونة بعنوان مناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية، نتعرف اليوم على ميادين وفلسفة ومصادر تعلم الدراسات الاجتماعية. في البداية، مفهوم الدراسات الاجتماعية هي المناهج الدراسية التي تدرس في المرحلتين الأساسية والعليا، وتركز على دراسة الإنسان والعلاقات الإنسانية. وتعرف الدراسات الاجتماعية إلى عدة تعريفات، منها المكان الذي نعيش فيه وهو علم الجغرافيا، بينما الزمان الذي نعيش فيه هو علم التاريخ، وعملية الرزق هي في علم الاقتصاد، وتنظيمات الحياة في الحياة السياسية هو علم السياسة، والاجتماعيات والعلاقات الاجتماعية للإنسان فهو علم الاجتماع، وإلى أي نوع ننتمي من السلالات البشرية وهو علم الأنثروبولوجي، والسلوكيات الفردية والجماعية في علم النفس والنفس الاجتماعي، ومجموعة القوانين التي تنظم الحياة البشرية هو علم القانون. من خلال ذلك، إذا نستطيع القول بأن الدراسات الاجتماعية هي دراسة علاقة الإنسان مع نفسه ومع الآخرين ومع المجتمع والبيئة والمشكلات التي تنشأ عن هذه العلاقات. أهداف الدراسات الاجتماعية التي تنمي إلى تربية المواطنة عن طريق توفير المعرفة الكامنة في الخبرات الإنسانية وتطوير القيم والمعتقدات والاهتمامات وإتاحة فرصة للمشاركة الديمقراطية وتطوير المهارات المعرفية والعملية واتخاذ القرار. فلسفة تدريس الدراسات الاجتماعية بتتلخص بأنها ترتبط بالحياة من حيث جميع موضوعاتها، حيث تتسم أو تمتاز مادة الدراسات الاجتماعية بالجفاف، حيث يشعر الطالب فيها عند الدراسة دراسة المادة لا يشعر فيها بالملل، وإن كان هناك جزء من الملل والرتابة فيرجع إلى أسلوب وطريقة المعلم التي يعرض بها المادة العلمية، كما في سبقنا في المحاضرة السابقة وتعرفنا على أن الطريقة التدريسية حتى وإن كان فيها نوع من التنوع أو إن كان فيها شيء من التنوع أو كان فيها شيء من الابتكار بيؤدي إلى تجديد فكر الطالب حيث لا يشعر بالملل والرتابة. يجب أن تتيح الدراسات الاجتماعية للطلاب التعرف على الحضارات الأخرى والثقافات والتفكير فيها، حيث تكسب لهم مهارة القراءة والكتابة والتفكير والحوار وحل المشكلات واحترام الرأي الآخر، وغرس العديد من القيم لدى المتعلمين مثل المواطنة والديمقراطية والتطوع والعمل الجماعي. كما يكسب منهج الدراسات الاجتماعية المتعلم المعلومات والمهارات والاتجاهات الضرورية التي يوظفها في الحياة اليومية. كما تركز فلسفة الدراسات الاجتماعية على وحدة المعرفة لفهمه لطبيعة المشكلات التي تدور من حوله. المنهج الدراسات الاجتماعية له عدة مرتكزات كده في خلاصة، بيركز على فكرة الترابط والتكامل والتي يسعى إليها المنهج الحلزوني، ودراسة الظواهر الاجتماعية بطريقة وظيفية، والتركيز على البنية المعرفية لكل موضوع، والتركيز على المشكلات المعاصرة. ثم نجيء إلى عصر التكنولوجيا والثورة المعرفية والثورة العلمية، مما يؤدي إلى التركيز على مهارات الزمان والمكان والعلاقات الاجتماعية وتنمية المهارات الجغرافية والتربية البيئية ومهارة التفكير الناقد وتنوع الخبرات وشمولياتها. بينما أهداف تدريس الدراسات الاجتماعية من جوانب أهدافها لها للمعلومات والمهارات والاتجاهات. أهمية الأهداف إن هي بتساعد على تحقيق طرق التدريس وتحديد الأنشطة وتحديد إجراءات التقويم واختيار الوسائل التعليمية، وتجعل العمل منظماً وتحمل عمل من الفوضى والإرباك ووضع الاختبارات وتساعد على التقويم. في المحاضرة السابقة تكلمنا على أن الهدف الناجح هو الذي يسعى إلى تطبيق في أرض الميدان التعليمي. بنشتق الأهداف من مجموعة من المصادر مثل فلسفة المجتمع أو طبيعة المتعلم أو طبيعة المجتمع أو طبيعة المادة نفسها أي الدراسات الاجتماعية أو طبيعة المعرفة أو الاتجاهات العالمية أو طبيعة العصر. منتقلا إلى أهداف الدراسات الاجتماعية في تنمية المواطنة والبعد الوطني وقيم المجتمع الديمقراطية وتكوين مواطن قادر على الإنتاج الحقيقي الصحيح الذي يخدم به المجتمع ومعرفته لحقوقه وواجباته. هناك أهداف عامة للدراسات الاجتماعية،
التي تمثل في المعرفة الوظيفية كما موضح أمامنا على الشاشة في إكساب الطالب المعلومات والحقائق المتعلقة بالمجتمع، المعرفة بالبيئات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والمحلية والعالمية، معلومات حول خصائص سلوك الإنسان، حول النشاطات الآخرين، حول البيئة التي يعيش فيها مقارنة بالبيئات الأخرى. بنستفيد إزاي من منهج الدراسات الاجتماعية؟ قال لك في طرق الاستفادة من الثورات الطبيعية في ميدان علم الجغرافيا ومصادر المعرفة في علم الأنثروبولوجي وعلم الثقافة وعلم السياسة وغيره، في القدرة على الملاحظة المباشرة في معرفة العلاقة والاستنتاج ما بين السبب والنتيجة. أيضا بنعطي بعض الأمثلة هنا على الأهداف الوظيفية، في أن يذكر الطالب أسماء 5 مدن عربية، أن يبدي الطالب رأيه في مشكلة التصحر، أن يقارن الطالب بين مفهوم الجزيرة وشبه الجزيرة. دي ما يطبق على أمثلة الأهداف الوظيفية المعرفية. الاتجاهات والقيم اللي بتهدف المواد الاجتماعية لتنميتها في الروح الوطنية والحساسية الاجتماعية، وهنا حدث ولا حرج عن الوطنية والديمقراطية والمواطنة، وتحتاج إلى حلقات تعليمية كثيرة للحديث عنها. أوعدكم إن شاء الله في خلال الحلقات القادمة سيكون شيء من الاستفاضة مع الوقت المتاح. تقديرا لجهود الدولة التي تستثمر الموارد الطبيعية، تنمية الاتجاه نحو الاهتمام بمشكلات الوطن، تقدير جهود الأجداد في إرساء دعائم المجتمع، تنمية القيم الروحية والوعي السياسي، وتقدير عظمة الخالق سبحانه وتعالى. تنمية الوعي بأهمية البيئة، تقدير العمل التعاوني، تقدير أدوار الشعوب في الحضارة الإسلامية، تنمية روح العزيمة وحل المشكلات. ومن هنا نطرح الأمثلة في أن يؤمن الطالب بقيمة الأمانة، وأن يقدر دور الجامعة في التعليم، ويؤمن أو يؤمن بأهمية الوحدة العربية والإسلامية. المهارات التي تسعى الدراسات الاجتماعية لاكتسابها للطلاب: مهارة التعبير والمناقشة والمشاركة العلمية، تقبل الرأي والرأي الآخر، مهارة التفكير الناقد، المهارات العقلية العليا، استخدام الأطالس، مهارة قراءة الخرائط، المهارات البحثية وكثير منها. مثال على ذلك المهارات أن يكتسب الطلاب مهارات قراءة الخرائط، ومهارة بناء الجداول، ومهارة استخدام الأطالس والقواميس. أيضا الميادين، ميادين الدراسات الاجتماعية بنقسمها كباحثين تربويين إلى 7 ميادين: في علم التاريخ والجغرافيا والفلسفة والاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجي وعلم السياسة وعلم القانون وعلم الاقتصاد. التاريخ هو الذي يستطيع أن يعطي لنا اللمحة الضوئية للمستقبل والحاضر الذي نعيشه، فبدون تاريخ لن يكون قيمة للإنسان، فهو الذي يعرفنا على أحوال الماضين وكيف بنوا الحضارات لكي نستفيد في الحاضر والمستقبل. والمصادر التاريخية كثيرة متعددة، من الروايات المنقولة والمخلفات المادية، وأيضا لابد أن يكون هناك تنوع في كتب الكتب القديمة من التراث، مثل الكتاب المغازي والسير وكتاب الإنساب والفتوح وكتاب تراجم الرجال وغيره وغيره. أيضا طريقة الدليل التاريخي، لابد أن يكون هناك تحديد للموضوع المراد بحثه، والبحث عن المصادر الأصلية، وقراءة الرموز في الوثيقة، وفهم لغة الوثيقة، وتحليل الإفادة المنفردة، وتركيب الوقائع لتفسير الحدث. هناك أهداف عامة استخلصناها لأهداف تدريس الدراسات الاجتماعية، ومنها قسم التاريخ: إيجاد المواطن المتفتح على كل الحضارات، تزويد الطالب بمعرفة حال وطنه، إلمام الطالب بسير العظماء والمصلحين والقادة، وتوجد علاقة بين علم التاريخ وعلم الجغرافيا، أينما علم الجغرافيا وعلم دراسة سطح الأرض وعلاقة التأثير والتأثر بين الأرض والإنسان، وكيفية تسخير الله سبحانه وتعالى الأرض ومهدها لقيام الحضارات والتراث. أقسام الجغرافيا كثيرة: طبيعية وبشرية، وعلم الجغرافيا السياسية والاقتصادية، وعلم الجريمة وغيره. التربية الوطنية، التربية الوطنية هدفها أن نجد إنسانا صالحا في ضوء المعتقدات والقيم الدينية والاجتماعية والقومية والإنسانية، وهو ما أنادي به أن يقام مؤتمر عالمي دولي نتحدث عن القيم والاتجاهات التي تغرس للمتعلمين في المراحل الصغيرة من التعليم، المراحل المبكرة، لكي نجد هذا المواطن الصالح الذي نسعى إليه الآن، لنسعى إلى غرس القيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع، وتدريس التربية الوطنية، وتعريف المتعلم بالتنظيمات العالمية، وتعميق الحس بالولاء والانتماء الوطني. ثم ميدان علم الاجتماع في العلاقات الاجتماعية، وفي الديناميكية، وفي التنشئة الاجتماعية التي يعيشها
الفرد، في علم السياسة أيضا معرفة الحقوق السياسية والواجبات التي يقوم بها تجاه الدولة، في أيضا الاتجاهات العالمية في منهج الدراسات الاجتماعية. ظهرت اتجاهات كثيرة ودراسات كثيرة وبحوث كثيرة من المختصين في علم المناهج، هو علم كثير وغزير وبحر متسع يجب عليك الإبحار فيه بدقة وتمعن. أول شيء من هذه الاتجاهات التربية العالمية التي تهدف لتنمية الوعي العالمي لدى المتعلم، لنتطرق إلى ثقافات الشعوب المختلفة، نرى كيفية التقدم والنهوض بالدولة من خلال العملية التعليمية، تساعد على تفهم الشعوب لبعضها لبعض ونشر المحبة والسلام والتسامح. تسعى التربية العالمية إلى إعداد المتعلم في عالم متداخل التتبعية ومتعدد الأديان والثقافات، وإنماء شخصية الإنسان واحترام حقوقه وحرياته كما هو موضح على الشاشة. أيضا بترمي إلى أبعاد حقوق الإنسان وثقافة السلام والقيم العالمية أيضا المشتركة. التربية العائلية، العائلة مجموعة من الأفراد يرتبطون برابط الزواج ويعيشون ويتفاعلون مع بعضهم البعض في ضوء أدوار اجتماعية محددة ثقافية عامة. هنا عندنا مجموعة من الأنواع التي قسمت الأسرة إليها: الأسرة النووية، الأسرة الممتدة، الأسرة البيولوجية للطفل، الأسرة أو الميلاد الاجتماعي للطفل. هنا بيركز على ركن الدين الإسلامي، على أهمية الحفاظ بقى من خلال التربية العائلية طبقا لمسماها، فلها بعض الوظائف الأسرة مثل التربية الجسدية، العقلية، الوطنية، التربية الدينية، الترفيهية، الأخلاقية، الاجتماعية. هنا لابد أن يكون في تماسك لغرس هذه القيم لدى أطفالنا في المراحل المبكرة. التربية البيئية، التربية البيئية هي تعريف الإنسان بعلاقته وتفاعله مع البيئة، لأن أصبح الآن في بعض من الأفراد في المجتمع يستخدمون البيئة استخدام سيء أدى إلى ظهور ملوثات البيئة في هذا العصر الذي نعيشه، الذي أدى إلى الذي يتسم بالتغير التكنولوجي السريع وغيره. مفهوم التربية البيئية بيؤثر على العلاقة ما بين الإنسان والبيئة، ويقصد بها هنا في النهاية تكوين الوعي البيئي الإيجابي، وأيضا من سبل حماية البيئة الذي ننادي بها في المؤتمرات البيئية على المستوى العالم في غرس الأشجار وإنشاء المصانع بعيدا عن الأحياء السكنية وإقامة المحميات الطبيعية والتعرف على التراث والثروات المعدنية والنباتية. معذرة لهذا الانقطاع. أيضا في لها مجموعة من الأهداف التربية البيئية: زيادة الوعي والمعرفة عند المتعلم، والالتزام بمواقف إيجابية نحو البيئة وحماية النظام البيئي. ولها مجموعة من العناصر في تجنب طرح النفايات في الأماكن الخاصة، وتجنب قطع الأشجار، وتجنب حرق الغابات، وتجنب استعمال المبيدات الحشرية. ولها عدة مبادئ في كيفية وجود معادلة صحيحة حقيقية في أن نحد من التلوث البيئي. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن التربية الاستهلاكية، نكتفي بهذا القدر. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستفيد جميع الدارسين والباحثين في هذا المحتوى العلمي، محتوى علمي شيق مليء بالمناهج المختفية التي أطلب من السادة الباحثين والمهتمين بمجال علم المناهج معنا في هذه الدورة أن يتناول مدخل التربية العائلية والتربية العالمية تطبيقا في مجال تخصصك أنت أيها الدارس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم